mother and the offspring في breastfeeding event. السلام عليكم. طبعا موقف محرج جدا شويه. انا اخر محاضره فمش عارفه مسك ختام ولا ايه. تاني حاجه بتكلم قدام دكتور عادل رياض فربنا يستر، انا كده في اللجنه الشفوي. وش حابه اشكر دكتور اسامه حسين على الدعوه الكريمه، واشكر الساده الحضور طبعا على صمودهم لحد هذه اللحظه اخر محاضره، وزمايلي الحلوين اللي جايين دعم وسبورت ليا منورين، والساده الحضور على في جلسه المنصه. ده عايزه اللي بيعمل كده ان شاء الله النهارده معنون حضرتنا عن ان البريست فيدنج هو بريفنتيف ميديسن فور ماذر اند اوف سبرينج. تمام. اول بيكتشر لو نلاحظ هي عباره عن ايه. صوتي مش واضح، انا عايزه المايك اللي هو الصوره الاولانيه ديت دروب من البريست ميل ودروب من الفورمولا ميل. تمام. دي الصوره دي تحت الميكروسكوب بتبين ايه، ان البريست ميلك از ليفنج تيشو نتيجه للبايو اكتيف سبستانس اللي موجوده فيه، سواء كانت ليمفوسايتس او الماكروفاجز او النيوتروفيلز. فانا بتهيالي ان البيكتشر دي كافيه جدا للكلام وما نقدرش نقول كلام بعدها يعني. ال WHO الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس والكوليدج اوف اوبستريشن والجاينيكولوجي اجمعوا كلهم على الاكسكلوسيف بريست فيدنج فور فيرست 6 مانس اوف لايف، وبعد كده بنكمل البريست فيدنج مع الابروبريت كومبلمنتري فيدنج اب تو 2 ييرز اور لونجر. يعني في بعض الدول الاجنبيه بيكملوا لحد 5 و7 سنين كمان، واحنا هنا بنبقى مستعجلين امتى هنعمل وين. ورغم كده عندنا نسب عالمية 44% من البريست فيدنج دول اللي بيبتدوا انيشيشن بس في الفيرست اور، و40% اكسكلوسيف بيكملوا اكسكلوسيف لبريست فيدنج، و45% هم اللي بيكملوا لحد سنتين. دي النسب الانفانت مورتاليتي ريت نسب العالمية، وشوفوا احنا اللون الغامق المنطقة بتاعتنا دي النسبة عالية جدا ما بين 20% ل50%. طبعا البريست فيدنج من اهم الاسباب اللي بتحسن المورتاليتي ريت، ومش بس البريست فيدنج، الايرلي بريست فيدنج يعني البريست فيدنج ويزن جولد الاور اول ساعه بعد الولاده. الانيشيشن اوف بريست فيدنج واز سيجنيفيكنتلي اسوشيتد ويز ريدكشن ان اوفر اول انفانت مورتاليتي والنيونيتال مورتاليتي اند الانفكشن ريليتد ديث. سو promotion and protection support for breastfeeding should be an integral strategy of infant mortality reduction initiatives. So WHO طلعت 10 steps عشان success of breastfeeding. اي مستشفى فيها ولادات المفروض ان احنا نطبق فيها ال 10 steps دول عشان رضاعه طبيعيه ناجحه. هم ال 10 steps دول، اول خطوه ان يكون في بوليسي في المستشفى فور البريست فيدنج، والبوليسي دي تاني خطوه ان احنا بنعلم الاستاف الكلينيكال ستاف بتاعنا والهيلث كير، بنعلمهم سواء الدكتورز او النيرسز عن البوليسي دي وبنفهمهم ان هم يتبعوا البوليسي دي. وثالث حاجه الرومينج ان يا جماعه المساكنه. البيبي ما ينفعش يتاخد من حضن مامته لمجرد بس ان هو عايز يتدفى على الهيتر. حضن مامته هو الدفى، هيتحط سكين تو سكين، هيتحط رومينج ان مع الام، كل حاجه هتتظبط، نفسه هيتظبط، الاطفال اللي تدخل لنا بتي تي ان لو اتحطت سكين تو سكين على صدر مامتها ممكن ما تحتاجش اصلا انها تخش النيكيو. النفس هيتظبط، الهارت ريت هيتظبط، السكر هيتظبط، الام ذات نفسها هتستفيد بحركه البيبي وملامسه الجلد للجلد، هتحسن افراز الاكسيتوسين اللي بيساعد على الميلك ايجكشن ريفلكس. اكسكلوسيفلي بقى بريست فيدنج من الخطوات اللي بعد كده، يعني مفيش لا فود ولا درينك ولا اي شيء يدخل بق الطفل غير لبن مامته، لا اليانسون اللي بيجي من القهوه اللي تحت المستشفى عشان ننفعها،
ولا البيبي درينك ولا البيبي كالم اللي بنشوفه في الروشتات على اول سطر، الكلام ده مش موجود نهائي خالص يا جماعه، هو لبن الام. وبعدين اصلا البيبي دايما بنقول ان هو مش بيعيط جوع، هو لسه قايم من على السفره، يعني هو لسه واكل، فمش دايما الجوع هو بيبقى سبب عياط الطفل. هو طبيعي بيعيط لانه خارج في زحمه ودوشه وناس كتير ما يعرفهاش، ما متحطش على صدر مامته وما حسش بالطمانينه اللي كان بيحس بيها في رحم الام. كمان من ضمن الخطوات ديت عدم الاستعمال التيتينه او الببرونه، و الريسبونسيف فيدنج يعني ان احنا بنرضع الطفل اون الفيدنج كيوز. كانت الاول انداونت بس دلوقتي اتغيرت مع الجايد لاينز الجديده، وان فيدنج كيوز دايما بنعلم الام علامات الجوع بتظهر امتى عند الطفل وشكلها بيبقى ايه. ما استناش للمرحله الاخيره اللي فيها الطفل بيعيط، لان في اطفال بتاخد رد فعل وما بترضاش مهما تعملي معاها، خلاص هي رافضه، وده طبعا بيقلل الثقه عند الطفل على فكره على اللونج ران. و في الديستشارج طبعا لازم افهمها واعرفها وما اسيبهاش كده، واديها المعلومات ومعلومات عن التشفيط، معلومات عن حفظ اللبن، واتابع معاها. هو انا المفروض لما اولد ادي البيبي للنيرس تحطه يتدفى على الهيتر، ولا انا المفروض اخده في حضني واحطه سكن تو سكن؟ اخده في حضني واحطه سكن تو سكن. الايرلي انيشيشن اوف بريست فيدنج بيضمن لي ان انا بريست فيد فور لونجر ديوريشن، وبيحل لي ثلاث ارباع المشاكل اللي انا بقابلها. الامهات بتجي لي يا جماعه اللي غالبا اللي بيبقى عندهم الانفيرتد نيبل والفلات نيبل، الامهات دي لو اتبعت الخطوات دي والبيبي اتحط سكن تو سكن كريبنج للبريست وعمل لاتش، خلاص خلصت. هو ما دام مسك مش هيسيب تاني. لكن اللي بيحصل ان احنا بنفرق ما بين الطفل وبين الام، احنا اللي بنعمل المشكله. سيبهم بينهم لنفسهم. هنا بس هنقول معلومه قبل ما ندخل بقى في الموضوع الرئيسي، اللي هي بس عشان دايما بيقول لك ايه ما فيش لبن بينزل اول 3 ايام، لا، في اللاكتوجينيسيس 1 بتبتدي من الاسبوع 16 للاسبوع 22، تمام؟ يعني هنلاقيها في الاسبوع في الشهر السابع بنلاقي لبن السرسوب او الكولسترم بيتكون، يعني كده كده في لبن يا جماعه بوست بارتم في الفيرست ديو ديز. بوست بارتم اللبن السرسوب بيتكون، ومش اي لبن، ده الكولسترم، لبن المسمار. لبن المسمار ده كنا سمعناه من دكتوره اسماء صادق، دي واحده صعيديه كانت بتقول عليه كده دايما، علشان هو بتقولك بيشد عضل الطفل زي الوتد. يعني انا ايه عماله ادوس عليها، تمام. واللاكتوجينيسيس 1 ديت بتبقى خلاص بتنتهي على بعد 3 ايام بوست بارتم، وفي الاول الميلك برودكشن بيبقى اندوكراين، يعني بيعتمد على الهرمون الريليز، لكن بعد كده بيبقى اوتوكراين، عرض وطلب. كل ما بسحب كل ما الميلك برودكشن بيزيد. نيجي بقى للبنفيتس اللي بتعود على الطفل. انا طفل وانا ايه برضع طبيعي، ايه اللي هيعود عليا؟ في دايركت بنفيتس وفي لونج تيرم بنفيتس. الدايركت بنفيتس هنلاقي ان هي ليه تاثير على الجاسترو انتستينال فانكشن، وليه انتي ميكروبيال، وبيرفنت الاكيوت إلنس. الجاسترو انتستينال فانكشن الكومبوننتس اوف الهيومن ميلك بتستيموليت الجاسترو انتستينال جروس اند موتاليتي، بتنهانس الماتيوريتي اوف الجاسترو انتستينال تراكت، وهي كمان بتبروتكت وبتديكريز الريسك اوف نيكروتايزنج انتيروكولايتس. الهيومن ميلك كمان بيعمل نيونيتال انتستينال كولونايزيشن. البريست ميلك سيمبيوتيك. عارفين يعني ايه سيمبيوتيك؟ احنا خدنا امبارح كان في محاضره عظيمه دكتور محمد حسين. بري وبرو، احنا بنقعد ندور دلوقتي كل المحاضرات بتتكلم عن المايكروبيوتا والبروبيوتكس اللي بتتباع، وفي حاجات بقى اميونو هتحسن الاميونيتي في اكياس كده بتتباع بفلوس كتير، اللي هو سرسوب البق. طب ما انا استفاد بالسرسوب بتاع الهيومن ميلك والام ترضع في الفتره دي واستغنى عن كل اللي بيحصل ده، تمام؟
فالهيومن ميلك از اسوشيتد ويز النيونيتال انتستينال كولونايزيشن بالبينيفيشال مايكروبس اوف البيفيدوباكتيريوم واللاكتوباسيلس. دي برو بايوتكس رازر زان الانتيروباستوجينيك بكتيريا. تاني رول بيعمله هو انتي مايكروبيال كومبوننتس. والانتي مايكروبيال كومبوننتس هناخدها بقى بالتفصيل. البروتين الهيومن ميلك بيحتوي على البروتين. البروتين دي بتبقى في صوره ايه؟ هرمونز والجروس فاكتورز والانزيمز واللايزوزايم واللاكتوفيرين والالفا لاكتا البومين. كل ده بيدي نتائج مجتمع وهي مقارنه طبعا بالفورمولا بيزود الريست اوف الريت اوف الجاستريك انتنج. الوي بروتين في البريست ميلك بيبقى ايزلي دايجستد وبالتالي الجاستريك امتنج بيبقى سريع. وده على فكره هنتطرق ليه قدام ان هو بيقلل بيخلي دايما الطفل بيصحى ياكل ويرضع وده بيخليه ويك فبيقلل من السادن انفانتس. كمان بيزود الانتستينال لاكتيز اكتيفيتي في البريماتور انفانتس. بريماتور انفانتس بيقلل الانتستينال بيرميابيليتي في البريماتور انفانتس وبيقلل الريسك اوف نيك ومقارنة بالايه بالفورمولا. لو اخذناها حاجه حاجه في البروتينز السكريتوري اميونوجلوبولين العظيم الاعظم. انا بعشق السكريتوري اميونوجلوبولين ايه ده. نقعد نقرا فيه السكريتوري اميونوجلوبولين ايه تركيزه في الفيرست فيو دايز بوست بارتم 4 جرام بالتسري 4 جرام مقارنه باليوم العاشر بينزل ل 1 جرام. انا اروح ادور على اي حاجه اخدها بديل للبن الام اللي فيه سكريتوري اميونوجلوبولين ايه 4 جرام. هل هذا يعقل؟ مش منطقي يا جماعه والله ده سحر. احنا ليه بنروح ندور على البديل وليه بنروح ندور على حاجات تزود المناعه واحنا المناعه عندنا طازه؟ هو غالبا اصلا الكلوسترام دوت نازل يحمي الطفل ويقوي مناعته. هو بتبقى كميته قليله من 5 ل 7 مللي قلنا في الفيرست دي بتبقى معده الطفل الاستومك بتاعته قد الكريزه قد حبه الكريزه. فالغرض منه مش بيبقى نيوتريشنال اكتر من الغرض منه بيبقى ايه مناعي. تمام. السكريتوري اميونوجلوبولين ايه ده الاميونوجلوبولين الوحيد اللي ما بتقدرش عليه البكتيريا. البكتيريا بتطلع بروتيز انزيمز كده بتكسر الاميونوجلوبولين. السكريتوري اميونوجلوبولين الوحيد اللي البكتيريا دي ما تقدرش عليه. بينزل يعمل ايه؟ بيعمل كوتينج يعني بيليس بيدي طبقه من السمنت كده على الجاستريك ميكوزا بيمنع اي باثولوجيكال بكتيريا تخترق ويقف لها كده مفيش اي حاجه هتعدي. يعني مفيش اي حاجه هتعدي. تاني حاجه الكازين. في حاجه جديده بقى اسمها الكاباكازين. والكاباكازين ده بيمنع الادهيشن اوف الاتش بايلوري للانتستينال ميكوزا. سمعتوا عنه قبل كده؟ جديده. الالفا لاكت البومين ده قصته هنقولها. كان دكتور محمد عز الرجال تطرق ليه وقال الهاملت قلت له بوظت عليا. اللايزوزايم. اللايزوزايم موجود تركيزه في البريست ميلك بنسبه تخيلوا كم مقارنه بالفورمولا 3000 مره عن الفورمولا. بيعمل كل اللي الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف بكتيريا. ازاي بيعمل؟ تكنيك هايل هو واللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين بيجي بيقوم يتحد مع اللايبوبوليساكرايدز الموجوده في الاوتر سيل ميمبرين بتاع البكتيريا يقوم ياخده ونتش يقوم يسيب ثغره. مين اللي يخش من الثغره دي؟ اللايزوزايم. يدخل يقوم يقضي على البكتيريا. تكنيك يا جماعه هنلاقي التكنيك ده في الفورمولا؟ لا تقنعوش. اللاكتوفيرين. اللاكتوفيرين ليه هاي افينيتي تو الايرن بينجذب طبعا للايرن فبيضيع الفرصه على الباثولوجيكال بكتيريا انها تاخد الايرن دي وتكبر وتترعرع. تمام. تاني حاجه بيعمل ايه؟ سبريس للاشريشيا كولاي. ايه فوقته معايا ولا فايق؟ صح. الهاملت بقى يعني ايه هاملت؟ الكلمه ديت معناها ايه؟ معناها هيومن الفا لاكت البومين ميت ليثل تو تيومر سيلز. ايه قصه الهاملت ده؟ في التسعينات كده يا جماعه شويه كده من العلماء الاوروبيين في جامعه سويديه كانوا بيبحثوا بياخدوا الخلايا السرطانيه زي كانت عباره كان لانج كانسر وكانوا وبيبحثوا في الخلايا دي لقوا بالصدفه ان في بروتين موجود في حليب اللبن البشري اللي هو الالفا لاكت البومين. فاستغربوا جدا واجوا يستعملوه لوحده. هم لقوا ان هو قادر على ان هو بيقتل الكانسر سيلز. اجوا يستعملوه لوحده ما لقوهوش ليه رول لوحده فاكتشفوا ان هم كانوا بيفصلوه في ظروف حمضيه فعشان كده ضافوا عليه ايه؟ الاوليك اسيد. اصبح الاوليك اسيد مع الالفا لاكت البومين عمل المركب الخطير اللي هو الهاملت ده.
الهاملت هو لسه under trials على الهيومنز، يعني على البشر لسه تحت التجارب، انما اتجرب على الانيمالز وابحاث كتير جدا لقت كتبت نتائج كويسه عنه، وقالت ان هو بيقتل الكانسر سيلز من غير ما يعمل اي هارمفول افكت للنورمال سيلز اللي حواليه. ونامل ان طبعا الكلام ده ان شاء الله باذن الله يثبت بدراسات ويستخدم، لان ده طبعا هيبقى اعجاز علمي ان هو يقتل كانسر سيلز بدون ما يضر السيلز اللي حواليه زي الراديو ثيرابي والكيمو ثيرابي، فده تبقى حاجه واو. تاني كومبوننت هو الليبيد، والليبيد هنا بتشتغل زي انتي ميكروبيال عن طريق البرودكتس اوف ليبيد هيدروكسيس. الترايجلسرايدز بتتكسر للجليسرول وفري فاتي اسيدز، والفري فاتي اسيدز دي لها دور انتي انفكتيف او انتي بكتيريال، بتعمل لايسيس للفيروس والبكتيريا والبروتوزوا وخاصه الجيارديا. شوفوا العظمه، شايفين الترايجلسرايدز محاطه بحاجه اسمها الميلك فات جلوبال ميمبرين، فظيع. شايفين المكونات اصلا اللي موجوده حوالين الترايجلسرايدز اللي هي في الميلك فات جلوبال ميمبرين؟ سفينجوليبيدز، فوسفوليبيدز، ميوسين، الكوليسترول، كل ده محاط بالترايجلسرايدز. الكوليسترول تخيلوا لما لقوا لما اجوا يبحثوا وكانوا متوقعين ان الكوليسترول في لبن الام يطلع اقل من الفرمولا، لا لقوا العكس تماما، لقوا ان الليفل اوف الكوليسترول هاي عن الفرملة في لبن الام. طيب حكمه ربنا بقى ان ده هيئ الطفل بعد كده في الادلت هود قلل من الريسك في الكارديو باسكولار ديزيز والكورونري هارت ديزيز. يعني حكمه ربنا بروجرامينج. الكربوهيدرات اللاكتوز، كان دكتور محمد عايز رجال بيتكلم في نفس القصه. اللاكتوز ليه فايده كبيره جدا، اولا بيساعد على الكالسيوم ابزوربشن، تمام. تاني حاجه مهم جدا يا جماعه للبرين جروينج، ما هو اللاكتوز ده بينفصل ميتابولايز للايه، جلوكوز وجالاكتوز. الجلوكوز ده انرجي فور برين. الاطفال اللي بتجيلي بالثلاث اربع شهور ماشيه على فورمولا ال اف، ازاي بقى ليه مطر؟ وحتى انا لو كتبت الام لازم اعرفها، اقول لها مش اسيبها كده هي شايفه ان ابنها مرتاح عليه خلاص تمام، فمكمله بشهور. جريمه، اتس كرايم، جريمه. يبقى اللاكتوز مهم جدا، مش ما فيش منطق في الدنيا يقول ان انا اوقف البريست فيدنج عشان شويه دايريه او جاستروانترايتس وامك ال اف. بالعكس، طب ليه اوقف البريست فيدنج؟ طب ما هو البريست فيدنج اصلا هو في كل الجروس فاكتورز اللي هتحسنني من الاميونيتي والماتوريشن بتاعت الجي اي تي، وفي سيمبيوتكس، في البريبيوتكس والبروبيوتكس اللي انا بروح اشتريها من بره من الصيدليه. ليه؟ تاني حاجه الاوليجوساكرايدز، اللي هو الاوليجوساكرايدز بقى دورها ايه؟ اتش ام اوز حاجتين، هي بتتشنج طبعا الانتستاينال بكتيريا الفلورا، انها بتفاسيليتيت الجروس اوف البيفيدوبكتيريوم واللاكتوبسيلس، انها تعتبر الغذاء بتاعها. هي الاوليجوساكرايدز دي بقى هي البريبيوتكس، هي بقى الغذاء بتاع مين؟ البروبايوتكس، تمام؟ كمان لها دور مهم جدا انها بتعمل حاجه اسمها ريسبتور انالوج. ايه الريسبتور انالوج ده؟ الاستراكشر بتاعها بيميمك الاستراكشر بتاع البكتيريا الانتيجين ريسبتورز اللي موجوده على الابيثيريال سيلز. تقوم البكتيريا تنخدع وتروح تعمل ايه؟ بدل ما تمسك في الابيثيريال سيلز تمسك في الاوليجوساكرايدز، تقوم الاوليجوساكرايدز واخدها ونازله في الاستول بدون ما يصيب الطفل اي امراض. وطبعا الوايت بلاد سيلز، الهيومن ميلك بيحتوي على الوايت بلاد سيلز 90% اوف ويتش ار نيوتروفيلز والماكروفاج، اللي طبعا لها انتي ميكروبيال اكتيفيتيز من خلال الفاجوسايتز والانترليوكين، والفيتامين اي وسي واي ليهم برضو انتي انفلاماتوري اكشنز. مش عايز اطول عليكم. ثالث نقطه هي البريفنشن اوف الاكيوت انلس. الاكيوت انلس زي الجاسترونترايتس والريسبيراتوري تراكت انفكشن والاوتايتس ميديا. نيجي بقى لقصه الاوتايتس ميديا، علشان دايما الرضاعه الطبيعيه متهمه انها بتعمل اوتايتس ميديا، سايد لاينج بوزيشن. دايما نقول السايد لاينج بوزيشن، بنريح الام يا جماعه، الست نايمه ما الحق انها تنام، فالسايد لاينج بوزيشن ده مريح جدا ليها. وبرده في او بعد الولاده السايد لاينج بوزيشن مريح، يقول لك لا السايد لاينج ده بيعمل ايه؟
اوتيتس ميديا. لا يا جماعه ما بيعملش اوتيتس ميديا. وانا جايبه لكم بقى الميكانيزم من بروفيسوره بقى بتاعتنا اللي علمت اجيالنا كل البقره اللي بتعمل. ايوه دكتوره امل الطويله انا جايبه السلايد ديت منها. اللي بيحصل ايه؟ الميكانيزم اوف بريست فيدنج مختلف خالص عن مسكه الببرونه. هو مفيش ميكانيزم اصلا في الببرونه، هي الببرونه دي بتدلق لبن وخلاص. ميكانيزم اوف بريست فيدنج عشان يعمل جود سيمنج كويس والبيبي يعمل جود لاتشمنت ويبتدي اللبن يتسحب من صدر الام لفم البيبي، لازم يحصل نيجاتيف بريشر. لازم يحصل نيجاتيف بريشر، يعني على مستوى الاوروفارينكس تحت هيبقى فيه نيجاتيف بريشر، من فوق مع البلع مع الاستك وبعد كده السوالوينج مع البلع هتتفتح الاستيكيان تيوب بتتفتح. بس هيحصل بقى ايه؟ فوق النيزوفارينكس هيبقى اتموسفيريك بريشر، وعندنا تحت هيبقى فيه ايه؟ نيجاتيف بريشر. هذا البريشر جريدينت يمنع دخول اللبن للاستيكيان تيوب. منتهى. طب ولو عدى؟ انا عندي لبن في كل حاجه انتي انفكتيف، اللايزوزوم والانترلوكينز والاميونوجلوبولينز، تمام؟ يبقى نخرج من هنا مفيش بريست فيدنج. مش مفيش، هو مش متهم بان هو هيعمل اوتيتس. وبعدين هو اصلا البيبي طول ما هو نايم، طول ما هو بيصك اللبن بيجي، تمام؟ هو هيبطل صك، اللبن مش هينزل، فبالتالي اللبن مش هيتجمع، مش هيتجمع في بق. بعكس الببرونه، الببرونه عماله بتدلدق وخلاص سواء هو نايم او صح. اللونج تيرم بينيفيتس بقى هي بتقلل الانسيدنس اوف الاوبيستي طبعا اثناء الرضاعه الطبيعيه وعلى التشايلد هود. اثناء الرضاعه الطبيعيه البريست ميلك فيه هرمون جميل قوي اسمه الليبتين، الليبتين دوت اللي بينظم الشهيه، فبالتالي الطفل دوت بيزيد بشكل صحي وده بيأثر عليه قدام ان هو ما بيتعرضش للاوبيستي. بس مش مقياس، يعني ما بيتعرضش للاوبيستي هو ماشي على انفيرومنتال فاكتور ايه اخبارها؟ ياكل صحي ولا لا؟ عشان ما نرجعش نقول ده بصي اهو رضا طبيعي وفيه كبير. لا، العوامل المحيطه بتدخل برده معاه. بتقلل الكانسر، وهنشوف استادي عن انها بتقلل الكانسر في الشيلدرن وبالذات اللوكيميا. طبعا الاذر كورونري هارت ديزيز زي ما احنا قلنا، والالرجيك كونديشنز التايب 1 دايبيتس ميليتس والانفلاماتوري باول ديزيز. لا تاثير على الكوجنيشن، وقلنا الدكتوره انس قالت كتير قالوا قبلنا ان الكوجنيشن ديفلوبمنت اللي بيبقى مسؤول عنها الدي اتش اي والاركودينيك اسيد ده بيكون 20% من الكونتنتس اوف البرين، فدوت بيحسن البرين الكوجنيشن والنيرف مايلينيشن وبيحسن من الفيزوال فانكشن كمان. والكوجنيشن كمان ارتبطت بالفتره، كل ما ترضع بريست فيدنج، كل ما يكون في بريست فيدنج لمده اطول كل ما الكوجنيشن هيكون احسن. الفيجوال فانكشن زي ما قلنا نتيجه لوجود الدي اتش اي والاركودينيك اسيد بيحسن جدا الفيجوال فانكشن وبيقلل من حدوث الريتينوبسي اوف بري ماتيوريتي بنسبه 2.3 من، يعني الفورمولا بتزود بنسبه 2.3 تايمز عن البريست فيدنج. دي الالرجي والازمه اهو بنقلل التشيلدرن اللي هم اكسكلوسيف بريست فيدنج فور 4 مانس اور مور بالنسب بتبقى قليله، لكن الشورتر بيريود النسب بتعلى معاهم في الالرجي والازمه. الاستادي هي عن الكارديو باسكولار ديزيز والريسك فاكتور زي ما احنا قلنا. البريست فيدنج ان انفانسي از انفرسلي اسوشيتد وذ الادلت بادي ماس اندكس اند بوزيتيفلي اسوشيتد وذ الاتش دي ال كوليسترول. اسوشيشنز بتوين البريست فيدنج اند البي ام اي مي ميديت الاسوشيشنز بتوين البريست فيدنج اند الاتش دي ال كوليسترول اللي هو الكوليسترول الصحي. داز البريست فيدنج ريديوس الريسك اوف السادن انفانت ديث سندروم؟ يس. ازاي؟ زي ما احنا قلنا الواي بروتين في لبن الام بيبقى ايزلي دايجستد، بيحصل زي ما احنا قلنا الجاس الامتنج بيبقى سريع، البيبي على طول حتى نومه مش بيبقى سليب ديب سليب، بيصحى علشان يرضع، يصحى عشان يرضع، ده بيحمي الطفل ان هو يدخل في صدر الانفانت ديسك. كمان نوم الطفل بالذات احنا كمصريين الام اللي بترضع دايما بتنيم الطفل جنبها، فبتبقى في تواصل ما بينهم كده احنا مش بنحس بيه، هم بيبقوا حاسين ببعض، فدايما بتبقى عينها عليه ودايما بتبقى متيقظه معاه.
or breastfeeding risk of childhood cancer. This systemic review وكانت مطبقة على اللوكيميا. لقوا إنها بتقلل الانسيدنس اوف اللوكيميا اللي هي الأكيوت ليمفوبلاستيك. طيب احنا خدنا الجانب اللي هو التشايلد برين ديفلوبمنت وخدنا البنفيتس بتاعه البيبي، هناخد البنفيتس على الام. برضو البنفيتس على الام لها شورت تيرم ولونج تيرم. الشورت تيرم الهرمونال ريليز، مسافه ما الاوكسيتوسين بيتفرز مع الميلك اجكشن ريفلكس ومع الرضاعه الطبيعيه بيرجع الرحم لوضعه الطبيعي وبيقل البليدنج. تاني حاجه الويت لوس. الويت لوس الرضاعه الطبيعيه بتيجي بقى بتحسن كل الاوضاع اللي حصلت اثناء الحمل. تخيلوا الميتابوليك تشينجز اللي حصلت اثناء الحمل من انسولين ريزيستنت ومن تخزين فات ستورز. احنا بنخزن فات ستورز اثناء الحمل عشان هي بعد كده تستفيد بيها في الرضاعه. الرضاعه الطبيعيه بتحرق بقى الفات ستورز دي. الانتاج الميلك برودكشن يوميا بردي بيحتاج لكام؟ 670 كالوري. 500 بيجوا من الاكل اللي هي بتاكله. طيب وال 170 دول بيجوا منين؟ من الفات ستورز. فهي بتفقد وزن من الرضاعة الطبيعية، مش محتاجة خالص انها تحط نفسها تحت دايت. الناس اللي بتجري على الدايت الكيتو واللو كارب فيري توكسيك. انت بتجيبي كيتون بودز وبتنزليها في اللبن ليه؟ هو كده كده الرضاعة الطبيعية لو اكلتي اكل صحي هتنزلي حوالي كيلو في الشهر. ناتشورال بوست بارتم انفيرتيلتي، واحنا عارفين اللاكتيشنال امينوريا، واللاكتيشنال امينوريا لو حققت الشروط بتاعتها بتحقق بتمنع الحمل بنسبه عاليه جدا، ممكن توصل 98 او 99%. الاكتيشنال امينوريا يعني مفيش منسز جت، يعني في اكسكلوسيف بريست فيدنج وزود اي حاجه تدخل في فمك. مفيش اي حاجه تدخل اكسكلوسيف بريست فيدنج ورا المايك. المايك انا صوت عالي تمام. اكسكلوسيف بريست فيدنج مفيش منسز، وعدد الرضاعات ما تقلش عن من 8 ل 10 رضاعات بجانب الرضاعات الليليه. بجانب الرضاعات الليليه عشان ما فيش حاجه اسمها ببرونه بالليل. ببرونه بالليل يبقى انا دمرت خلاص عنصر من العناصر وديت مش هتحقق الاوت كام بتاعها. الام بتحس انها بتدي كل النيوتريشنال فاكتس اللي البيبي محتاجه وهي اللي بتديها له. ده بيدي سيلف كونفيدنس رهيب، يعني ثقه ليها بنفسها والثقة وكمان الطفل هو كمان بيحس بثقة، لأن لما بيعوز وبيطلب رضاعة بيلاقيها. طبعا ده ما بيحصلش في الببرونة، أي حد معدي في الشارع ممكن يحضر الببرونة ويديها للطفل، فهي بتبقى مميزة في حتتها وده بيديها ثقة بنفسها كويسة. الريبرودكتيف كانسر طبعا بيقلل الكانسر، كانسر بريست، الأوفيريان كانسر، الإندوميتريال كانسر بيقلل. وكل ما بتزود الديوريشن اوف البريست فيدنج كل ما النسب بتعلى في ان هي تصاب بالكانسر دي، وبيقلل الانسيدنس اوف ثايرويد كانسر. الهارت ديزيز زي ما احنا قلنا الرضاعه بتيجي علشان تصحح اللي حصل اثناء الحمل. هي بتستهلك الفات ستورز وخاصه الدينجرس فات اللي هي الفيزرال فات. الفيزرال فات دي يعني الفات اللي بتتجمع حوالين الابدومينال اورجنز، فكل ده بيتحرق. كل الفاتس ديت بتتحرق في سبيل انها تنتج الميلك برودكشن، وبالتالي فهي بتحمل الام من الهارت ديزيز والكورونري هارت ديزيز زيها زي البيبي بالظبط. اوكي اصل انا لما بتكلم في البريست تمام بتحمي منها من الروماتويد ارثرايتس، من الدايابيتس. اثناء الرضاعه الطبيعيه الانسولين سنسيتيفيتي بتزيد لدرجه ان الام اللي بتبقى دايابيتك اصلا وبتبقى ماشيه على انسولين بنقللها جرعه الانسولين اثناء الرضاعه. والست اللي بيجي لها جستيشنال دايابيتس يعني بيجي لها سكر اثناء الحمل بنصحها انها تكمل رضاعه طبيعيه، لان تكمله الرضاعه الطبيعيه بتقلل من انها تبقى دايابيتك مظهر. الاستيوبروسيس ودي نقطه كويسه حلوه جدا. الاستيوبروسيس الست وهي بترضع يوميا بتفقد كالسيوم حوالي من 200 ل 400 ملي جرام بردي، يعني بتبقى اكتر وقت استيوبروتيك فيه وقت الرضاعه. بتفضل كده لحد سنتين. بعد السنتين وما يحصل ويننج يبتدي سبحان الله يحصل بون مينراليزيشن وتستعيد كل البون دنسيتي اللي هي اللي فقدتها، وبتبقى اكتر الستات اقل عرضه للاستيوبروسيس. والانيميا طبعا لانها بتقلل ايه البليدنج.
الايموشنال هيلث طبعا عشان البوست بارتم ديبريشن بتقلل الريسك اوف البوست بارتم ديبريشن. واخر حاجه عشان ما اطولش عليكم هي الستيم سيلز. وجدوا ان البريست ميلك ستيم سيلز بتديفرنشيت للثري جيرم لايرز، الاكتوديرم والميزوديرم والاندوديرم على نفس مستوى والبوتنسي بتاعه الهيومن امبريونيك ستيم سيلز. كان في فيديو كان نفسي تشوفوه بس يلا. ثانك يو. شكرا. شكرا دكتورة ولاء، والله كان ختامها مسك صحيح. دكتور أسامة شكرا، شكرا جزيلا على الدعوة الجميلة والمؤتمر الناجح، وألف ألف مبروك.